هذا الزمن، زمن السوشيال ميديا الانترنت، هذا الوقت جدا عم بضيع على وسائل التواصل الاجتماعي، عم بصير في بطء جدا للتركيز للمهارات. المفروض كان في هيك فكره تطلع تنشط الذاكره، خاصه وقت بنقول لعبه الملوك، نحن عم نحكي اليوم عن لعبه الشطرنج، فهي الفكره كثير حلوه يا ليلى. تماما يا رشا، كثير مهمه هي الانشطه والفعاليات. يعني اليوم الاطفال مثل ما دائما بنحكي حتى بفقراتنا قديش السوشيال ميديا عم يسيطر على عقول الاطفال حتى باعمار صغيره، فقديش مهمه هيك انشطه. اليوم رح نحكي اكثر عن هي الفعاليه، بنرحب بمديره نادي جمعيه المبره النسائيه للاطفال عزيزه النورسي والمدرب العالمي برياضه الشطرنج ساطع الحصري. اهلا وسهلا فيكم. سعد صباحكم. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتكم. خلينا نروح ليوم الشطرنج العالمي، يعني هو من العنوان مبين فيه هيك فضول كثير قوي لنعرف هدول التفاصيل. استاذ عزيزه، كيف بلشت الفكره؟ نشرح عنا اكثر. يسعد صباحكم بكل خير. نحن في عنا بالنادي الصيفي دائما بنعطي ماده الشطرنج للاطفال يلي هنا بيكونوا بين عمر 5 سنوات للعشرة 12 بالنسبه للنادي. طبعا مثل ما حكيتي حضرتك انه نحن بهذا الوقت عم نعاني من كثير كثير تراجع بالنسبه لتفكير الطفل، بالنسبه لذكائه، عم نلاقي كثير كثير حالات توحد، عم نلاقي كثير حالات صعوبات تعلم، كله من وراء الموبايل ومن وراء استخدام هي وسائل التواصل اللي هي ما لازم اساسا تكون تنعطى للطفل بهذا الوقت. فنحن عم نحاول نعود ونرجع ذكاء الطفل وذاكرته، عم نحاول نخليه يتسلى بشيء مفيد، بشيء ينمي ذاكرته، ينمي قدراته، ينمي عقله. فكان في تواصل مع الكابتن ساطع واجا زارنا بالنادي الصيفي وحضرته حكى عن انه يصير في نشاط مشترك وهو يوم الشطرنج السوري، وحدد الوقت ونزل بهذا اليوم مشكور من هنغاريا خصوصي مشان يحيي هي الفعاليه، مشان نشجع. يعني نحن هو طبعا مو بس للاطفال الشطرنج، نحن لكل الاعمار، بس هو هذا اليوم نحن بدنا نأكد ونركز انه نبعد الطفل عن وسائل التواصل الاجتماعي ونخلي اذا ما بده يلعب رياضه جسميه بدنيه على الاقل عقلية. اذا مسك الموبايل في لعبه الشطرنج موجوده على الموبايل، بيقدر يستخدم شيء مفيد او شيء يفيده، شيء ينمي ذاكرته، شيء ينمي ذكائه، شيء ما يخليه يتراجع للخلف. تماما. كوتش ساطع، حضرتك بطل أولمبي ومدرب عالمي أيضا، تعطينا لمحة سريعة عن مسيرتك وأهمية أو أهم مشاركاتك بلعبة الشطرنج. هلا أول شيء أنا بدي أشكر الجنس اللطيف، الجنس النسائي، لأنه أنا تعلمت على إيد أنسي أنستي بالمدرسة، وهذا شيء جميل جدا بفتخر فيه قدام كل دول العالم. أنه طبعا وقت كنت صغير أنا بالسبعينات، يعني أوائل السبعينات، الشطرنج دخل على امريكا بعد عام 2000 بالمدارس. فانا انستي جابت الشطرنج وقالت مين ممكن يصف الشطرنج وهكذا، وبعد منا طلعت بطل شباب سوريا ومن ثم منتخب الرجال، واحرزت ميداليه ذهبيه كانت الاولى عربيا عام 1990 بغزلافيا السابقه. وبعد منا لعبت بطولات دوليه كثير، احرزت كمان اول لقب استاذ دولي سوري، ولعبت دورات ب حوالي 55 دولة و 400 مدينة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. دي اليوم ذاكرة حلوة وقت اللي بنسترجع بشغلات إيجابية بحياتنا، يمكن اسم المعلمة لهلأ بذاكرتك يعني. والله هذا للأسف مو مذاكرتي لأنه كان عمري 7 سنين. أكيد بنوجه لها تحية لكل الكادر التدريسي. رجع لعندك أستاذ عزيزي، ونحكي اليوم كرمال كل حد عم يشوفنا والأهالي يستفيدوا أكثر، خلينا نحكي عن الفعالية، وين مقامة، كيف وقتها رح يكون، وقد إيه مدتها؟ هلا نحن الفعاليه مقامه بمقر الجمعيه، جمعيه المبره النسائيه، هي بمزدلفات غربيه، طلعت برج طالة مواجه مطعم ورد الشام. حنكون نبلش نستقبل الاطفال او اي حدا بيحب يتفضل، كان فينا نقول مبتدئ او حابب يتفرج يشارك. العمر اكيد مفتوح، فينا من 5 ل 80 ل 90 ل 100 سنه، مثل ما قال الكابتن مره واحد عمره 115 اعترض انه ليش مو حاطين، طبعا ببلاد برا حاطين عمره، فالعمر يعني ما شاء الله ما شاء الله. فالعمر اكيد مفتوح، اي حدا بيحب يتفضل، سواء كان هاوي، سواء كان بيحب اللعبه، سواء كان مبتدئ باللعبه، سواء كان محترف. فالوقت الاول حيكون بين الساعه 10 وال 12، بعدين في بريك بين 12 والتنتين. عمليا حتبلش بين التنتين والثلاثه اكيد المباريات، والكابتن حيلقي كلمه
ورئاسه الجمعيه وحيكون ان شاء الله في حضور مميز باذن الله. وحتى من هذا النشاط تقريبا للساعه 5-6 وحيكون في تتويج وحيكون في اكيد هدايا للمتسابقين وللمشاركين واي حدا بيحب يتفضل 100 اهلا وسهلا في هدايا اكيد لانه الموضوع أكيد. تحفيزي جدا لهم بنروح اكيد 100 اهلا وسهلا. بس هيك تعقيب فني بسيط، انا بدي العب مع 66 لاعب بنفس الوقت. اوه هذا بسموه عرض جماعي. إيه بس ما يكونوا يعني من افضل 50 على سوريا. كيف يعني اليوم هلا بنعمل دائره طاولات على شكل دائره 33 و33 احتياط، فبلعب مع 33. يعني انت حتكون المتحدي الوحيد لإلون؟ المتحدي الوحيد. هذا الشيء عامله سابقا، حتى عامله بسوريا باحد الجامعات. تمام كوتش، يعني حضرتك نزلت على سوريا كرمال هي الفعاليه، وإلي الشرف قديش بتعني لك ونحن كمان بنفتخر فيك، قديش بتعني لك الشطرنج وقديش مهمه هي النشاطات والفعاليات لتنمية عقول الأطفال؟ والله هو الشطرنج لعبة عادية، يعني لعبة مثل كل هالألعاب كرة القدم أو شيء، بس وقت بيربطها الواحد إنه عم يمثل وطنه فبتعني له شيء كبير، يعني إنه أنا قدمت شيء لوطني، شيء بسيط جدا مما قدمه الوطن إلي. فشيء جميل جدا، ذكريات جميلة جدا، ودائما يعني أنا برأيي إذا ما كانت مربوطة الرياضة بالروح الوطنية ما في إنجازات. ما بينجز الواحد، لانه الرياضه صعبه كثير، يعني فيها تنافس، مو مثلا ممكن ينجح 100 دكتور، الاول ممكن يكون انجح دكتور عمليا بالحياه العمليه، اما بالرياضه بدك تكوني حتما في ميداليات رقم واحد او رقم اثنين، فاذا ما كان في حافز قوي مثل الروح الوطنيه او شيء، للاسف لا في ناس بلشت الحوافز تبعها فقط ماديه، اما انا كثير قديش بتنبسط وقت بتشوف في اطفال متميزين بهي اللعبه باعتبار انه حضرتك كثير بتحبها وكثير ابدعت فيها يعني؟ ايه اكيد بنبسط لانه انا بلشت طفل، وبنبسط يعني اكثر من اطفال بلدي، لانه اطفال بلدي انحرموا بسبب المؤامرات وهي من العاب كثيره، فهي اللعبه يعني اجت من صالحهم، لانه هي اللعبه احسن من العاب كثيره مثل ما تفضلت سيدي رفيقة عزيزة، فبفرح كثير اكيد. يعني اكيد اليوم بهمتكم وهمت كل حدا سوري متميز نحن قادرين نرجع نعوض السنين اللي مضت بحياة هدول الأطفال، هدول مثل ما بنسميهم دائما أطفال الحرب، يعني كبروا ما شافوا شيء، فإن شاء الله هيك اليوم بمعيتكم مثل ما بيقولوا بهمتكم نقدر نعوضهم على الأيام اللي راحت. استعززي رح أرجع لعندك شوي لنحكي اليوم عن الأهالي، يعني كيف لقيتي اليوم كيف تقبل الأهالي هي الفكرة؟ هل حبوا؟ هل شجعوا أطفالهم؟ هل اليوم طغت كونه نحن بأيام مدرسة ممكن الأم تقول لك أنا هلا عندي درس خليني بالصيف أنا بحطه بنادي الصيفي بيكون أفضل ما يضيع وقت، كيف كانت آلية الإقبال؟ بالعكس كان في كثير تجاوب يعني، وبصراحة موبايلي أنا حتى رقم التواصل رقم موبايلي يعني ما هدي على الاستفسار، وأغلبيتها كانت عم تسأل إنه إمتى الدورة، هن فكروا إنه دورة لالون، إن شاء الله نحن لاحقا بس تصير النشاط والفعالية اللي هو ليوم واحد حيصير في لاحقا دورات إن شاء الله بإذن الله. فأنا كثير انبسطت إنه في أعمار مختلفة كثير، في عمر 4 سنين يسألوني، في للأربع سنين، في للخمسة، الأطفال عنا بالنادي وبالروضة صاروا يسألوا فينا نشارك أطفالنا، فيهم يسجلوا أطفالنا، فالحمد لله يعني صار في شوية وعي عند الأهالي، وخاصة أنت لما تربطيها أنه نحن مشان نبعد الطفل عن هاي الوسائل الإلكترونية، وأنه صار في كتير عدة تجارب يعني بلا هالثلاث أربع ساعات عم يقضيهم على ألعاب الببجي والألعاب الثانية، يعني خليه التهي بشيء ثاني. بس قد اليوم في معاناة بتعليم الطفل بأربع سنوات يعني، أو بتلاقي أنه لا بهذا العمر يمكن يلقط أكثر كوتش؟ والله أربع سنين خمس سنين أي بيلقط، ولعبة الشطرنج سهلة التعلم صعبة التطور، بعكس البسكليت صعب الواحد يتركها بعدين صعب يتركها بس كمان صعب يتطور فيها. هلا البسكليت بدك تعلمي الولد على الدراجة ممكن شهر وبده مساعدة، أما الشطرنج ممكن بساعة ساعتين بس بعد منها صعب التطور، فالأولاد لازم يعني حقيقة يبذلوا جهد وتركيز وهذا الشيء بيلاحظوه على أنفسهم، فانه مو شغله روتينيه مثل العاب الكمبيوتر. صحيح. فهذا الشيء هن الطفل من حاله بحس انه تطور. فشيء جميل جدا. تمام عزيزه، من خلال الدورات والفعاليات اللي عم تقوموا فيها بالجمعيه وعم تقولي في اطفال بعمر الاربع سنوات وممكن اكبر اعمار مختلفه، ممكن انه يمرق معكم حالات انه اطفال هن ما بدهم بس الاهل حابين انه هن يتعلموا او يبعدوهم عن مثل ما ذكرنا عن السوشيال ميديا والجوالات، هدول الاطفال ممكن يتعلموا او ينسجموا او بدهم وقت اطول؟ اكيد بدهم وقت اطول، انا بهي الحاله
يعني بيصير التواصل مع الاهل. انا مو شرط شطرنج شطرنج، يعني في عندك كره سله، كره قدم، كره طائره، في عندك سباحه، في عندك اي نشاط. انا دائما بنصح الاهل، مثلا في كثير اهالي مثل ما حكيتي حضرتك، مو شرط هو طفل بتلاقيه اخذ بكالوريا وبتقول له اجباري بدك تدخل طب، انا ما بحبها، بدك تدخل هندسه. لا، اذا ما في ميول او حب لهي الشغله، مو شرط يكون اخوه دكتور هو بده يطلع دكتور، ابن خالته مهندس هو بده يطلع مهندس، هو بيلعب شطرنج اخوه لازم يكون، لا لا مو شرط. اول شيء لازم يكون الدافع والحافز موجود، فحب هي الشغله، حب تعلمها، حب الميول لها. يعني بتلاقي مو شرط الواحد يبدع بمجال واحد، يعني في عده مجالات انه يبدع فيها الطفل. فانا لا ما بحب انه يجبروه على شطرنج بالذات مثلا او كره قدم او اي شيء تعليمي. لازم نحن يعني نذكر له المحاسن، نذكر له الشغلات الحلوه ونقنعه. وبتصير احيانا طفل ما بيحب الروضه بذاتها، فنحن بنقول لهم لا تجبروا، لا تجبروا الطفل على شيء. انت تعي شوي شوي بالمسايره بكذا، ما في شيء بيصير بالعنب. قلتي ما اجى بالمسايره؟ تمام. لا بيجي بدها طولة تبع. لم تأتي مسيرا ستأتي، لم تأتي مخيرا ستأتي مسيرا بالنهاية، خاصة بموضوع المدرسة. يمكن كوتش بدي أرجع لعندك شوي، حضرتك مسافر وشايف مثل ما بيقولوا الناس برا، ثقافات أخرى، تعرفت على مجتمعات أخرى، وشفت اليوم كيف لعبة الشطرنج ممكن تكون ببعض البلدان هي إلى أولوية جدا مهمة. نزلت على سوريا، أنا بنحكي كواقع وبكل صراحة، اليوم كيف رأيت الواقع الشطرنج السوري؟ والله شعبنا بالفطرة موهوب، الشطرنج السوري موهوب جدا ورائع، لكن موهوب بكل شيء، لعبنا بكل شيء موهوب، هي شغله ما حدا بينكرها، يعني ما عم بحكي شيء جديد. وبالشطرنج بالذات نحن كنا دائما الاوائل على العرب دائما، يعني كانت مصر تخوف الناس كلها، لكن معنا يا بيتعادلوا يا بيخسروا. وبتذكر بكره القدم نفس الشيء، فيعني الرياضه بتنفذ على بعضها. شعبنا موهوب أكثر من كل الشعوب، يعني ما عم تجي ببالي، ممكن أحيانا يعني كان عندي مواهب صينية، واحدة صينية وواحد صيني. الشعب الصيني شوي موهوب، والشعب السوري نفس الشيء، أما بقية الشعوب كلها أقل منها يلي زرتها طبعا. تمام. بدنا نرجع لعندك عزيزي، خلينا نحكي شوي عن العقبات اللي بتواجهكم، واليوم شو المطلوب لتفعيل هاي الأنشطة بشكل أكبر؟ هلا بصراحه بعض العقبات عم تكون احيانا مو من الشخص او من الطفل، احيانا عم تكون يعني من الاهل ذاتهم. يعني ممكن يكون لك انا بيتي بعيد مثلا، فرضنا لهي الفعاليه ويوم جمعه واستراحه وكذا، معلش انا بقوم اذا لقيت طفلي بحب هي الشغله وهي اللعبه، لو تعبت حالي او مثلا بده يسجل مكان بعيد، ما في وقت، ما في عداكي مثلا، انه اذا كان النشاط بده تكلفه ماديه، نحن طبعا حاطينه شيء رمزي وبسيط. فبتلاقي في احيانا كمان بتمل الام، انه نصحته مره وتنتين وقلت له لازم يكون في عنا من الاهل نفسهم، لانه متى ما تراجعوا الاهل الطفل خلص، يعني انه انا نفذت كلامي، انا نفذت رايي، انا عملت اللي بدي اياه. فلازم دائما يكون في عنا نحن بالاساس، نحن يكون عنا دافع، يكون عنا اصرار، يكون عنا صبر. اساسا لعبه الشطرنج سبحان الله هي بدها صبر، بدها تخطيط لقدام، بدها تكتيك، بدها نعرف شو الخصم، ما هي اكثر الكابتن هو عنده شغلات. قضيتي حسنا. فانه نحن لازم كل شيء. الله يسلمك. فلازم نحن دائما يكون في عندنا نحن الحافز، نحن ما نكون ملولين. حتى مثلا اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه وصعوبات التعلم بتوقع الشطرنج بتفيدهم، انا قريت كابتن انه بتفيدهم وبتحسن لهم، يعني اجروا دراسة على أطفال ذوي احتياجات خاصة وصعوبات تعلم، إنه عطوهم 120 حصة شطرنج يعني بيوم واحد بالأسبوع، فصاروا يجيبوا معدلات أكثر بالكتابة والقراءة والرياضيات من الأطفال يلي ما كانوا ياخذوا حصة شطرنج. فهي بتنمي الذاكرة، بتنمي الذكاء، بتنمي. فنحن لازم نقتنع بهي القصة مشان نحن نقنع أطفالنا، وبأي بأي رياضة، بأي فعالية، بأي نشاط، لازم نحن نقتنع وما نتراجع ونلاقي الأسلوب والمفتاح لحتى نقنع طفلنا. حتى بالبيت صحيح. مثل لعبة الشطرنج ممكن يجيبوا لهم هي القطعة مثلا ويخلوهم يرجعوا، يمكن إذا شافوا الأم عم تلعب معهم أو الأب يمكن يتشجعوا أكثر. أكيد، لأنه الأهل الأهل هن مراية لطفلهم، مثل المؤنسة مراية لطلابها، فأكيد الطفل إجباري بده ياخذ شيء ولو شيء بسيط. ذكرت كلمة المفتاح، واليوم نجاح أي شيء بالحياة فيه مفتاح له أكيد كوتش. اليوم حضرتك كوتش ومدرب، وقت اللي بيكون عندك كورس للأطفال
شو الآلية المتبعة؟ هل في قواعد حضرتك بتتبعها بالتدريب؟ هل في شيء ثابت ما ممكن تغير عندك لتبلش تأسس صح بهذا الطفل أو هذا الشاب؟ أول شيء براقب موهبة الطفل موهبته، ثم روحه الرياضية إذا بيتقبل خسارة أو لا. في أطفال بيكونوا أقوياء بس ما بيتقبلوا الخسارة فبيخرب مستواهم مع الأيام. فأهم شيء الموهبة، الروح الرياضية. طولة البال قد ايه بدها طولة بال القصة؟ طولة البال مهمة جدا، والشطرنج يعني انك تسمعي للآخر، لأنه نقلة بنقلة مع خصمك، فبدك تراقبي خصمك شو بده. لذلك يعني الشطرنج بيعلم الولد انه يسمع امه، احيانا امه بتقول له مثلا روح فرشي اسنانك بالليل، ما بيسمعها ابدا، بيقول لها اتركيني هلا عم بلعب، ما سمع شو عم تقول له. بالشطرنج بيتعلم لانه بيلعب نقله باليوم بدون ما يشوف نقله خصمه وبيخسر فورا. فبيتعلم انه شغله اخذ ورد. هي من الاشياء الجديده يعني بتطوره مو بس على المجال العلمي، المجال النفسي كمان اذا مارسها بشكل صحيح. فانا يعني مثل ما بيقولوا بالانجليزي هايلايت ذيس بوينتس، يعني بركز على هالنقاط هي مشان يتطوروا فيها. ولا تواخذوني صوتي مبحوح، الجو بارد لكن دفء الوطن فدافي على البارد. اي مش وصلت اجيت حضرتك؟ والله امبارح 8 بالليل. الحمد لله على سلامتك. قد ايه اقامتك بسوريا؟ والله عدت يسير يعني شهر شهرين، قد يصيروا ماكسيموم 3 يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. نرجع لعندك عزيزه، بالنسبه للاعمار اللي عم يتدربوا، برايك اي الاعمار اللي عم تنسجم او فعلا هي عم تتالق بمختلف المجالات والانشطه؟ هل اليوم التعليم من صغر افضل ام لما بيكون في عمر معين هو افضل للتعليم؟ هلا اكيد التعليم بالصغر اكثر، يعني مثل ما بيقولوا التعليم في الصغر كان نقشه على الحجر. فاكيد الطفل بيكون مثل السفنجه، شو ما عطيتي بغب، يعني ممكن تعطيه ثلاث لغات بنفس الوقت انه يحفظها. فاكيد كل ما كان الطفل عمر اصغر بيكون كل ما كبر بيتطور اكثر، مثل ما قال الكابتن بده وقت للتطور. فهو كل ما بلش بعمر اقل كل ما كبر بيتطور 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 لحتى يصير بالاخير محترف او مبدع. ومثل ما قال الكابتن هو بلش بعمر صغير ما شاء الله. فنحن اكيد بنحبز انه يكون العمر صغير، بس هلا نحن حاليا النشاط هذا اكيد ما في عمر محدد، العمر مفتوح ولاي حدا بيحب. هلا تنويه بسيط، هي مجانيه؟ هي لا بصراحه يعني لعمر تحت 18 يعني شيء رمزي، يعني شيء رمزي كرمال هيك لا يستر. المعلومات يعني جدا واضحه اليوم. بدنا نشكر اول شيء حضوركم، بنتمنى لكم التوفيق بهذا النشاط، ونشوفك كوتش متالق داخل البلد بنشاطات اخرى، وتكون كوتش خير ببلدي سوريا. ونحن فخورين فيك وبكل انجازاتك اكيد. وبحب يعني اشكر السيد الرئيس بشار الاسد لانه عرفانا بجميله، وبشكر القياده السياسيه، وبشكر المسؤولين كلهم من المسؤولين الرياضيين الاستاذ فراس معلا ورؤساء انديتي السابقين ورؤساء الاتحاد، يعني كنا اياتنا اسره جميله. وبشكركم الكم اكيد، وبقول يعني هديه صغيره الكم، تفضل. المذيعه السوريه ولو التأميت افضل من المذيعه القنوات المغرضه ولو ابتسمت، فما بالكم انتم بتبتسموا هن بيلتقوا. شكرا كوتش، شكرا. بشكركم انا وكثير شعرت بجو مريح. ونحن بنتشكرك، واكيد بنتشكر هاي الانشطه اللي عم تقوم فيها لدعم الاطفال اليوم، من تدريب وانشطه، واكيد بنتمنى لك المزيد من التالق والنجاح، واكيد نحن بنفتخر فيك وعزيزه. اكيد شكرا كثير لك على الانشطه والتدريب اللي عم تقومي فيه لدعم الاطفال اليوم. شكرا لكم. العفو. اهلا وسهلا بحضرتكم، شرفتونا. الحلوه يا هلا.